ودي عن شلون تلقيت خبر ابن اختي الشهيد احمد سعدي سلمان الكعبي. انا سكنت ناحيه شبكه، وخابرت احمد وقاسم لان كانوا مرافقين ويا والدتهم. خابرته قال خالي نطلع يوم الاحد، يوم الاحد ان شاء الله الصبح نجيب والدتنا ونجي. فانا جهزت وضعي لان ارد اول من يتلقى رضيعته لان طالعه من المستشفى لان مش شافيه واريد اتحمد لها على سلامتها. اجيت طبيت، طلعت الساعه بالخمسة ونص العصر، طبيت هنا حوالي الساعه البيت ابو خالد، طبيت الساعه بالتسعة بالليل. اجيت لابو خالد لقيته جاي يجهز بالامور، امور الابطال الاكسجين وهاي شغلات مال الكورونا ما اعرفها يعني اسمائها. خابرت خالد ابن اختي، هو الاخ الاكبر لاحمد. قلت له خالي شو ما وين انا ببيتكم. قال ها خير شو ماكو. قلت له مو والدتك راح تطلع، شو ما مبين تعال. قال شلون؟ قلت له راح تطلع. قال انا خابرت الشهيد احمد الله يرحمه. قال خابرت العصور. قال الله كريم الله كريم ان شاء الله بيها الخير. شو ورا ربع ساعه دق علي التليفون لان خالد، ها خالي. قال خالي ما اقول لك من الخبر، دقيت على تليفون قاسم وطلع لي ولد يقول لي احترقوا احمد وامك. شلون؟ قال احترقوا احمد وامه، احترق طابقهم. انا راسا دقيت على قاسم، قلت له ابو خالد، قلت له ابو خالد احترقوا، احترقت المستشفى. دقيت على تليفون قاسم، ادق عليه ما حد يجاوب. يعني من دقيته ما حد جاوب، عرفت اكو صايره بشغله يعني عرفت صحيح الحق، الخبر صحيح، اهمال طاب طالع ما تعرف يعني ما حد يقول لك وين رايح. احنا نجي 10 مرافقين ما حد يقول لنا وين رايحين، ما حد يقول لك وين رايح وين راد. يضربون هذا ابره مات، يضربون هذا صح صياح بذكرتها الرته الفلانيه. يعني احنا حتى خفنا على الله يرحمه مريضتنا، من كثر الصياح قمنا نحط لها هيدفونات بذانها ونحط قرآن لا تسمع على مود تقل معنوياتها. يا أخي هي مو مستشفى، هي مستشفى غضب، هي مستشفى يعني مو حلوة يعني متشدرة المستشفى. على كل طبينا رحنا رجعنا هي نفس المستشفى، دورنا كل من يقول لنا أحمد طلع أمه ها بالسدية، هذا اللي يقول طلعوها. دورنا بالمستشفى ما لقيناها. توزعنا على المستشفيات اللي هم مديلها الجثث. رحنا المدينة الطب، خويا جونا لاني قلوا لنا كهرباء ماكو، افتح موبايلك صور للثلاجة، مصور شو تصور العالم صايرت لك شنو؟ لحم والله ما حد ذاب عليهم، قلاص ماي ما حد واج ومنطفي وحده، قلاص ماي ماكو ذاب عليهم منطفيهم، الناس منتهيه ما تعرف يعني حتى ميتك من تلقي الجثه ما تعرفها. رحنا المستشفى الشفاء، معمل الجقاير صار مستشفى جديده سموها مستشفى الشفاء. قالوا جتنا حاله وحده ورجال مو مره، قلنا خلنا نروح قريب علينا ابن الكندي، رحنا المستشفى ابن الكندي. قالوا روح للثلاليج، اي جابونا رحنا للثلاليج. ثلاجتي ايش؟ لقيناها لحم مشوي عبارة عن لحم مشوي، الله شاهد. قلب ابنها علي، قلب ماكو، ويا زياد ابن عمه هم قلب ما قاموا يقلبون بالجوة. قلب قال هاي خالها يمي، احنا ليش نعرفها؟ لان اكو بيدها علق وعلق حاطه، اكو دقات مال فصخ مال ايد،
ها قال تعال هاي اختك تعال ما تعرفه. اجيت قلت له لا ما اعرفه مو اختي ما اعرفه حقيقه يعني قلت له ما اعرفه. خابرت على قاسم بلتنا احنا شنو صايرين يعني يعني انا ترى الحكي مو مثل الفعل ترى الفعل ارهاق والظلم يعني موت موت ما نعرف ما نعرف والله الله شاهد. يابا تعال يا قاسم. اجا قاسم ظل ثوب من عته باقي ثوب بردانها. اجا قاسم قال امه قام انه واحد قال لا يابا هاي جثة جثتنا مو جثتكم. يابا هاي احنا عرفناها جثتنا. قال لا يابا هذا ابنها وياها المرافق قاسم. قال لا جابوا مرة من عندهم ها وقلبت الجثة لما يعطيك الله ويعطي المرة قالت مو جثتنا. يلا طونا الجثة. النوب المصيبة الثانية وهي النوب هاي المصابة اللي وقعت من الطابق الأول للأرضي للأرضي اللي طلعها الله رحمه أحمد طلع خالته طلع خالته. أضلوع اثنين مكسرة كسر بالفقرة. جيت الرضيعة الثانية من جبنة أم خالد كملنا إجراءات الله يرحمها رضيعتي هاي الماتت. جيت الرضيعة الثانية لقيتها ممددة ببيت عم أحمد الله يرحمه الشهيد بزعفرانية إيدها مكسورة وتوين وفاقد الوعي ضلعين قلت لك وإيدها وفقراتها حطيتها بالسيارة مالت علي لين شو يسموها أوباما عد عريضة شوية حطيتها بالأوباما وطلعت قبل بيها للنجف والجنايز وراي. جبنا الجنايز طبعا جت جبتها لنا مستشفى الصدر وتم فحوصها بالمستشفى وطلعت يعني مكسرة وظالة نايمة بالفراش. بيوم صارت الحادثة والد كان ويانا طبعا كان ويانا قلنا له يا بروح ارتاح حتى بعد احنا هنا مكانك هاي قبل الحادثة باسبوع او اسبوعين يعني قلنا له روح ارجع للنجف ارتاح انت تعبان ايه. فردنا نطلع الوالدة قلت لأحمد اخوي قلت لأخوي انذا هاي نطلعها احنا الشهيد ايه. قال خوش راح حاكي الدكتور قال له ذا على حسابكم انتو طلعوها انا على حسابي ما اقدر الدكتور. والله قلنا خابرت هم والدي قلت له نطلعها رحنا الحجية إن شاء الله وما عدها شيء ايه. قال هذا طلعوها ايه. الساعة احنا ساعة تقريبا بالسبعة وإلى أذان المغرب قاعدين أنا وخالتي ايه. فطرنا أحمد نام من العصر قال لي راح أنام ناني أقعد الساعة بالعشرة لك بالليل على موت أمك أنت ترتاح وأنا أرجع يا مالتي. قلت له خوش على راحتك. صارت ساعة بثمانية أحمد قعد ما طول ما ظل نايم للعشرة ايه. احنا بعد الافطار فطرنا وكملنا وظل هو يمنا ايه. اجا هما تقول لخالتي سوي لي اكل وهاي جوعان ايه. كلا صارت احنا وين اوقفان قلت له رحت اروح انام اناني خوي ظلت مكان هنا. قال خوش ظليت انا رحت غسلت ورجعت بينما غسلت ظليت في المراني والولد ذولا اللي وياي المرافقين ايه. والله ظلينا نسولف احنا يم الشباك مال الردها ايه. سمعنا صوت الصوت شلون اللي يعني شيء وقع ومرة صاحت ايه. هاي بالردها الثانية او ظهر ردها بها احنا ايه. فاحنا طلع احمد قلت لاحمد خويا ظلت مكانك انا خلي اروح اشوف شنو. وزعنا احنا الشباب بينا يمكن 12 واحد او اقل ايه. ولدهم كلهم شباب جينا لأن لقينا نار قوية يعني بعد أمتار 10 أمتار ما قدرنا نتحمل نوصل لها إيه. وبطل أكسجين وقع علينا شردنا وين بالمخزن أكو مخزن يمنا قريب على الردهات وبي مصعد وبي درج الدرج طلع على الطابق الثاني. جينا أنا ولد نفتح بالباب ما انفتحت نفتح بي ما انفتحت مقفولة قافليها إيه. جينا لوين للمصعد المصعد هم قوة عرتنا بي إحنا الولد قول انفتح
نزلنا وين؟ للطابق الأرضي. نزلنا للطابق الأرضي على أساس نصعد إحنا مين؟ على الدرج من هناك ونجيهم. ردنا نصعد الدرج لقينا النار يعني ماخذ مكان كله، ما نقدر يعني ماكو منفذ إلا نصعد للطابق. ما قدرنا. طلعنا وين؟ خارج المستشفى يعني، خارجها نتباوع، عرض نشوف مثلا بلكي عمل شباك نشوف النواحيت. بهالأثناء أحمد طق الشباك، طلع أول وحدة طلعها خالتي، خالتي أم وسام اللي وياي هسه مصابة، هي عندها كسر بالعمود الفقري وعندها الضوحة مكسرة، أو إيدها وعظم إيدها طق هذا. بهالأثناء طلعت خالتي، قلت له أوقف خالت، وين أكو مسقف حاطي للسيارات تقريبا ارتفاعه 3.5 متر إلى 4. اي قلت له اوقف 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 خالد، داست بيها تشينكو، هي هذا المسقف تشينكو. نزلت وين؟ على القاع. اي وقعتها صارت. انا هنا وخابرني والدي واخوي، خابرتهم انا خابرتهم، ها حجي قال توفت امكم. شلون؟ هاي الساعه تقريبا 12 الظهر، وها والله العامل جاي مبدل شفت هذا ابو الاكسجين ابو الار سي يو ومقلل لها، توفت عالم هواي برتها تم اثنين، بردها تم اثنين، امي اكسجينها 13. ها احمد رجح احمد، احنا من سمعنا هيك تخبرنا يعني، يعني النجف بغداد صار يعني مسافه تقريبا والله العظيم تقول كوفه نجف، تقول كوفه نجف. علي راح، علي اخوي توجه اله راسا حظ هو، ويمكن هو لا والله هو علي واخوي كرار هذا اللي بالكليه يوصيني بي، يوصيني بي يا احمد، وابن خالي قلكم لا ترحون يا معودين، ايش اسمه؟ قال لا امنا، امنا توفت ويردون دم. راح المهم على السريع عطلت السياره، عطلت السياره بهم وصلوا الدوره، جابوا اوكرين. اعرف احمد بالمستشفى يودي لهم فلوس، بالمستشفى فلوس الاوكرين. ظل علي، علي ما عده، علي اخوي ما عده صاحب بنات وهاي، وتدري التاكسي بهاي الوضع يعني شغل تعبان. الله شاهد احمد هنا، علي ظل هنا، شلون؟ لا حول ولا قوه. شون علي؟ قال خابر احمد الولد، الولد صاحبه هنا سيد بالمقبره، قال له تروح تودي له مليون يشتري له ماكينه. وفعلا هاي الماكينه تسمع حسك بالباب القديمه اللي هي القديمه، وهاي الجديده شدها. والله احمد ما خسرنا عليها القد، احمد يعني له مواقف كلش طيبه، مو بس احنا ويا اخوه، اسال المنطقه، اسال وين، باي حد، باي اي هو حلاق، حلاق والله العظيم. انا قلت لك قبل يومين، قبل الحادثه ابوي يمشون خنزين، عندي ولد اثنين يمشون خنزين، قالوا لا ابوي احنا اللي يمعمنا احمد، ابوي معودين امشوا. تقول والله قلبه علمني، والله حلمت بي انا بدوام، وحلمت بي هو وامي، قلت لهم ما يعيشون، والله يساعد الفاقد. طبعا حس ضايعين، عم شو نحس يعني، متأثرين منا أمه، منا هو، منا يعني تأثرنا هواي. هو أحمد من نوع شهم، أحمد من زغره هو شهم، ما يقول أنا تعبان، لا يقول أصدقاء ربعة كلهم يعني يحبونه. هو هم رياضي، مو البارح سوى لهم تشيع وتعزية لأحمد ربعة رياضي، يعني فقدنا أحمد. ما عاد هو أحمد السبع. الرحمن الرحيم، عتبي الأول والأخير قلت لك على حكومة السيد الكاظمي. هاي واحدة، أني أخويا بيوم الحمود راد يجي، أنا العصر مكلمة، راح قال أنا حلقيت وكملت وماخذ شكلية، راح أوزع على وين؟ للمستشفى. يوزع وين؟ للمستشفى، ويفتر بشوارع بغداد وزقتها. الله شاهد عليه شهادة، هو ابن عمي
ورايح وراح المغرب، راح المغرب لوالدتي وقال حضرت لكم انا بطاله. هو تدري يعني هو شهم، والله حمودي يعني ابويا احمد نجيك؟ قال لا لا تجون. فلوس احمد؟ قال لا ما احتاج. احمد شلون حضر؟ قال اخويا عندي انا ربع مصابين وهاي راح ادز بنفس الحادثه بنفس اليوم، يعني هاي العصريه اكو بطاله عند جماعتي وراح يجيبوهن لكم للبيت. يعني ما خلانا يعني ما تعبنا، الله شاهد. احمد شلون؟ قال انا باكر احمد طلعها، الدم تقريبا صار 9 دمها وعدها بتعرف الام بطنها ومضاعفات كورونا. فهالاثناء هاي الحكي المغربيه او العصريه انا وياه جاي نسولف على التليفون بالليل، تدري رمضان وهاي، ويسالوني الجماعه وعمامي واهلي وناسنا شلون الوالد. قلت لهم والله احمد بشرني وهاي ومكيفين بهالاثناء. يعني حتى ذبيحتها احنا محضريها قبل اسبوع، الذبيحه بالسطع قبل اسبوع. والله بالليل هيك بالتسعة 9:30 راسلني خالي قال اقول لك تدري كانت وين؟ قلت له والله بالبيت. قال انت وين؟ قلت له بالبيت. قال اقول لك تدري احمد راح يجيب امه باكر والصبحيه ان شاء الله يجرون تاكسي ويجون او انتوا ترحوا لهم، شنو رايك؟ قلت له والله ما عندنا مانع، بس هو احمد 7. بهالاثناء جاي راسل وياه وقطع، تدري قطعت، دقيت على اخوي قاسم، دقيت على اخوي قاسم هاتفيا، يعني من دون الايام انا كنت راسلهم وين؟ على الماسنجر. هالاثناء واحد وقال لي خابر، اتصلت على قاسم اسمع بس اسعافات وواحد يبكي تعالوا. زين بهالاثناء انا شو يصير بي؟ شو يصير بيك؟ رجعت خابرت خاله قلت له افزع شكو؟ قال قلت له قاسم يبكي، اسمع صوت قاسم، الولد اللي كلمني مو قاسم، ايه قاسم اسمع يبكي والولد تعالوا. عسبال احنا من اهل بغداد ما يدري يعني احنا بالنجف او هاي. فبهالاثناء فزعت خالي واخوي علي توجهوا الى محافظه بغداد، لان تدري التحضر يعني حضر يختلف، يعني الحله الشوارع مقطعه، هاي معاناة. يلا وصلنا، تعرف ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين يلا وصلنا. أنا لحقتهم أنا وولد صاحبي، من لحقناهم يعني مأساة، وضع مأساة. وجينا وين؟ خابرنا ابن عمي وين وين؟ قال هذا حمود جابوه وين؟ جابوه للزعفرانية البيت عمي. أبد يعني سهل موته ابن قلته، والله انسى بس نايم شتباوع يعني. قال امي هسه احنا عفنا حمودي بيت عمي، عفناه بيت عمي وتوجهنا وين؟ المستشفيات. بويا ولد عمي انا ما شاء الله نعمه من الله وخير، وقاسم وعلي وخالي اتوجهوا من مكان لمكان. تعرف بغداد مو تقول مثل هو مهندسين او نصر او ميلاد، مكان عن مكان يعني بالساعه ساعه ونص وحضر. يعني ذيك الليله نسبينا سبايه، أمه ما أمه تجي للمسؤولين، تجي للمنتسب، بويا عندك إحصائية، عندك قوائم، شون وين أم؟ قال لا ساعة ساعة ونص انتظروني. يعني احنا تقريبا ما يقارب بينا 5 سيارات أو 6 توجهنا وين؟ كل واحد الجهة، مدينة الطب، اليرموك، الكندي، بويا معودين ماكو العالم. والله على المنظر طبيت الأول ما رحت المستشفى هي ابن الخطيب، فشوف بس الجيش والشرطة بالباب وتايها يعني، والنار يعني احنا من رحنا على ما وصلنا قول ساعتين أو ساعتين ونص حكم الطريق، مسافة الطريق من طبينا النار مشتعلة بالردهات. وين الهاي؟ بويا أمنا ما أمنا، أمنا ما أمنا، الله أكبر على ذيك العاملة. بس البطالة، البطالة تفتر، شايف الصاروخ؟ الله شاهد ويفتر مكان، النار تلعط بالردهات يعني مشتعلة. زين وين الإطفاء؟ وين يعني مشكلة. والله تألمنا، طلعنا زين الكهرباء طق، هاي الأجهزة مال الRCU يعني تشتغل شغالة، بس شنو ظل؟ ظلمة المستشفى، ما أشوف ولا حد يقول لك شنو هاي، مثل هسه مكان بانفجار أو بهاي ماكو.
احمد النجفي من دخل يعني والدتي هاي اللحظه قبل يعني اللحظه اللي صارت فيها الحادثه احمد النجفي كلها الصي احمد النجفي هاي وحده لان عرفوه كلهم اي لان شنو هو الناس المريض يركض وياه للصيدلي يجيب له دواء المحتاجين اكسجين يركض هو يعني شلون الانسان الشجاع بطل ما يخاف خلى والدتي حتى هي يعني خالتي من كانت وياهم نقل والدتي المكان امن بالبدايه ها دربيها بعد دربيها توفت ما طلع من المستشفى ما طلع ويقدر ينقذ روحه هو او حتى اثار حرق ما بي ما عدى عده ضربه هنا براسه واقع اثناء الخنقه ها قام ينقل بالجثث هو الوحيد اللي هناك ضل بالجسمه فوق براتها الوحيد اللي قام ينقل بالجثث بعدين لما اجت الاطفائيه وقامت تصيب النار قامت عود الصعده واثنين او ثلاثه وياهم وهموهم الشباب خلف الله عليهم على الجسر ديال اللي قام يطلعون اخذت الدكتور حامد اللامي من اخذت الدكتور حامد اللامي شو ما عنده جهاز رئوي نقلت المستشفى ابن الخطيب ظليت وياه بال 15 يوم بعدين قالت لي روح انت الولد هنا واختي هنا انت روح للعائله غاد اجيت انا قبل ما يصير الحادث خابرت الشهيد احمد قلت له بابا شلون امك راوي لي صوره وصوت رحمه شفتها قلت له باكر طلعها لا تخليها من قال ان شاء الله اجت الدكتوره قالت له باكر امك تطلع كيفنا وحضرنا هنا بطل اكسجين وجهاز اعطاء وما شلون تاليها يمكن من 9:30 خابرون قال احترقت المستشفى اخوهم خالد خابر الاخو القاسم ما طلع قاسم على التليفون طلع واحد من المرافقين مع المرضى قال له قاسم اخوه استشهد مات احنا صار بينا بعد فقدنا موجود خاله وهذا علي اخوه ركبوا سيارته ومشوا بعدين خالد هم ركبوا ومشوا هو وصديقه راحوا احنا ظلينا هنا ما مرتاحين يا بشون حرق قال ما ندري الصبح خويا احمد مره سالتاني بالليل يعني قبل الحادثه وهاي قال انا جايين الصبح جايبها لكم وجاي قلت له احمد حتى شلون تكفي البطاله اذا تجي بتاكسي قال لا اما اطلع اسعاف او شني اجيبها بتاكسي بس انا منك مجهز بطاله اكسجين فبالسياره شلون حمود قال انا اخوي الصبح ان شاء الله جايبها وجايكم كل شيء ما بيها امي وانا المغرب وهاي صورها المغرب تسوي لنا هيك وكل شيء ما عندها اخ يا فقد الاخ والله بيتنا انطفى استاذ وهذا امر الله واحنا بس بعد ما ادري ايش اقول لك يعني ايش اقول لك امي راحت ظلينا مثل السبايا الله يساعد قلبك يا زينب الله يساعد قلبك يا ابو عبد الله والله انمردنا وانهضمنا وحزام ظهر اخ يا الاخو والله فقده ما يجي يعني وهذا عندنا احنا هم ما نقدر يعني عندنا والدي مريض الله شاهد وتعبان وما نقدر والله ما نقدر نطلع الدمعة ونبكي وتستهضم كل كتمان ليش في سبيل والدي ضغط سكر شنو يعني شنو سوينا زين يعني الله شاهد يقول لك ويجيك يعني ليش خذتوا هالبغداد عمي مو بيدي هي منيتهم مدتهم منيتهم هم شهرين نسونا احمد نجيك قال لا تجون مصرف احمد قال لا يا معود احمد شنو في المكت والله العظيم يعني ماكو ما تضحك راح يضحك وما تضحك لا دكتورة لا شسم والله العظيم لا دكتور لا دكتورة لا مواطن ومن الشباك الصيح والله سمع اذني هذول اهالي جسر دياله اهالي مستشفى التويثة سابقا هي فيصيحون هذا الولد النجفي بشاربك عمودي مو هالعالم جوه مرضاها اللي مطلع حولها تستنجد بي والله العظيم واشكركم انا ورحم الله والديكم ما قصرتوا وهذا امنا احنا بالله الله يعوض